عيادات لا للتدخين الموزعة في مختلف المراكز الصحية سجلت في الآونة الأخيرة نسبا متقدمة للإقلاع عن التدخين لتصل إلى 40%، في حين أن نسبة الإقلاع العالمية لا تتعدى 20%. عيادات لا للتدخين تقدم خدمات سلوكية ودوائية بالمجان، وتستقبل المراجعين يومين في الأسبوع. 4 أشخاص يموتون يوميا في البلاد بسبب التدخين، 1,000,000 دينار تهدر يوميا في البلاد بسبب هذه الآفة، والتي تشمل على التكاليف المتعلقة بالشراء والأعباء الصحية المترتبة عليه. بلدنا يستهلك حوالي 6 إلى 18% من الرعاية الصحية العبء، وهذه من ضمن ومن أهم أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة. الكلفة الباهظة للتبغ التدخين يستهلك حوالي 1.5 من الناتج القومي بتكلفة قدرها 519 مليون دينار سنويا. معدل التدخين اليومي حوالي 18%، منها 35% بين الرجال و 2% بين النساء. اليافعين حوالي 15%، 23% الفتيان و 8% الفتيات. 7 عيادات لمكافحة التدخين موزعة في مختلف المناطق الصحية تقدم خدمات الإقلاع السلوكية والدوائية. الهدف ان احنا نزيد عدد العيادات. طبعا هذه العيادات تقدم خدمة مميزة جدا، هي تعمل في الفترة المسائية بمعدل 2 في الأسبوع، مجانية بالكامل. ولما أقول مجانية طبعا الناس اللي بالكويت يعتقدون ان هذا أمر مفروغ منه، لأن الكثير من الخدمات الصحية أصلا تقدم بالمجان. هذا النوع من العلاجات حتى على مستوى دول مجلس التعاون لا يقدم بالمجان كاملا إلا في الكويت. في هذه العيادات يتم تقديم أكثر من خدمة، منها تقديم المشورة، ومنها تحديد الحالة الصحية، ثم بعد ذلك دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية اللي ممكن تتضمن وفي كثير من الأحيان علاج دوائي. لبناء قدرات العاملين في العيادات لا للتدخين ولإعداد كوادر لافتتاح عيادات جديدة، خضعوا لبرنامج تدريبي لعلاج إدمان التبغ بالتعاون مع مركز الملك حسين للسرطان، الذي حصل على اعتراف من مجلس برامج علاج النيكوتين من الولايات المتحدة الأمريكية. نستخدم إحنا أساليب محددة بنسميها التحفيز النفسي حتى يستطيع الشخص أن يشعر بأهمية الإقلاع، بالإضافة إلى تغيير المحيط اللي هو موجود فيه. يعني هناك عوامل كبيرة يعمل الشخص على تغييرها حتى ينجح في الإقلاع عن التدخين، ثم نقوم بدعم ذلك عن طريق الأدوية كبدائل النيكوتين، الفيرانيكلين، البيوبروبيون، وهذه أدوية صممت خصيصا للإقلاع عن التبغ. خطة استراتيجية في العيادات لإضافة أدوية متطورة تساعد على الإقلاع وتمديد مدة متابعة المرضى في العيادات لتصل إلى سنة بدلا من 3 أشهر. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.